لدينا توسعات في عيادات مستشفى دبي ستصل إلى أكثر من 100 عيادة. هذا ما أكده المدير العام لهيئة الصحة بدبي عوض الكتبي خلال مقابلة خاصة لأخبار الإمارات، وأكد الكتبي أنه سيتم التعاون مع القطاع الخاص في خصصة بعض الخدمات، منها مركز جديد للقلب في مستشفى راشد. هناك الكثير من المشاريع طبعا قائمة عليها هيئة الصحة في دبي، منها التعاون مع القطاع الخاص في تخصيص بعض الخدمات، منها طبعا مركز جديد للقلب إن شاء الله راح يكون في مستشفى راشد، في توسعات في بعض المستشفيات، في مركز العيادات في مستشفى دبي بيضم أكثر من 100 عيادة بإذن الله.